المفقود الأستاذ محمود محمد محمود علي خضرة أخويا، وتغيب من يوم 24/4/2012 في أحداث العباسية. خرج من ضمن المعتصمين في ميدان التحرير مع مناصرين الشيخ حازم الإسماعيل بعد صدور حكم استبعاده من انتخابات الرئاسة. أخويا ملوش أي نشاط سياسي ولا ديني ولا أي حاجة خالص، هو لقى في مشكلة في البلد، حس ان في خروج من المشكله دي بترشح الشيخ حازم، اقتنع بافكاره وراح. من ساعه ما طلع المظاهرات وكلنا عارفين احداث العباسيه الداميه يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعه، من بعدها ما عرفناش عنه اي اخبار وقطعت صلاتنا بيه. من يوم 24/4 وتغيبه لحد النهارده وسالنا عليه في كل مكان، يقولوا لنا عليه الاسام والمستشفيات والدنيا كلها، ولحد دلوقتي ما نعلمش عنه حاجه. فده يرجو من المسؤولين من السيد الرئيس ان شاء الله يعني يجيب نتيجه عن ظروفه ايه، موجود ولا غير موجود، يعني عايزين يعرف اخباره ايه بس على طول نطلع، عشان من المده ديت واحنا الناس تعبانه اخر تعب، واولاده في كمان اطفال، يعني حاجه موقفه محزن ومؤلم. فكل ما نرجوه احنا عايزين بس نطمن، بس نعرف عايش ولا ميت. ملوش اي نشاط لا سياسي ولا ديني، ولا هو بس شايف البلد ظروفها صعبه، وشايف الراجل ده توسم ان هو ممكن يعمل حاجه، فراح من ضمن المتظاهرين. حتى يعني ما كانش عدواني ولا اي حاجه، كان من ضمن الناس اللي قاعده، ما جاتناش اي اخبار عنه من التاريخ. احنا طبعا دورنا في كل الجهات، طبعا احداث العباسيه كان ليها طابع خاص ان كله معظمه راح للسين 28 نيابات عسكريه. كان كل يومين بالكثير لازم اكون هناك، وتابعت الاسماء اللي موجوده هناك، وتابعنا جميع اللي راحوا السجون والجميع اللي لهم ملفات وقضايا. لقينا اسمه مش موجود، قالوا لنا روح المستشفيات، بعض المستشفيات اللي كان راح فيها الاحداث، مستشفى دار الشفاء، مستشفى الزهراء، مستشفى عين شمس، مستشفى كوبري القبه، كل الكلام ده كله ما لقيناش موجود. اي جثث بنعرفها مجهوله الهويه او حاجه نروح ما لقيهوش. اسم الشرطه عملنا محضر تغيب طبعا الشرطه، عملنا لما فتح ديوان مظالم رئاسه الجمهوريه عملنا قدمنا طلب هناك، ولحد دلوقتي مفيش حد وفانا باي اخبار عنه. طب انا مستغرب الناس كلها افرج عنها، ما سامعين ان مفيش حد من احداث العباسيه ما رجعش غير محمود بس. هل في مشكله في عوده محمود؟ نطلب من السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي يقول لنا بس اخبار محمود فين، واحنا ما فيش مشكله نستنى اذا كان واخد حكم، اذا كان مستشفى بيتعالج، اذا مفيش مشكله، بس نطمن هو موجود فين فقط.